الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم طالبة جوبا الكرام من بلدية مكرة ولاية المسيلة حي أولاد عريبة، تحصل على شهادة البكالوريا للمرة الثانية عن طالبة حرة بمعدل 17.38. أحمد الله سبحانه وتعالى، أحمد الله سبحانه وتعالى على هذه المنة، للنتيجة يعني وليدة الاجتهاد والمثابرة ويعني الدراسة مكثفة. يعني الحمد لله لما اتخذت دروس خصوصية هذا العام، واعتمدت فقط على ما درسته العام الماضي وعلى تعليمات الأساتذة يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب كذلك. نظمت يعني نفسي، وكان تنظيم أحسن من العام الأول، وكنت يعني بشكل أفضل أعتمد على المهام، ويعني كنت مسيرة للدروس النظامي للتلاميذ النظاميين، وأتبعهم يعني خطوة بخطوة. الحافز الذي دفعني يعني إلى الدراسة وإعادة البكالوريا هو الحصول على الكلية التي كنت أحلم بها منذ الصغر، ألا وهي كلية الطب. والحمد لله من علي بهذه المنة، الحمد لله كتب الله أن أصبح طبيبة إن شاء الله. أقول قناة الأنيس على حضورها في بيتنا، وأقول لها أهلا وسهلا، وأشكر كذلك أحمد الله سبحانه وتعالى على هذه المنة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أشكر الوالدين الكريمين، الوالدة الكريمة، وأدعو لها بطول العمر إن شاء الله، سهرت معي الكثير، والوالد كذلك سهر معي، وكل الإخوة الأفاضل، العائلة الصغيرة والكبيرة، وكل أفراد الحي، وكل من ساهم في هذا النجاح من قريب أو بعيد، والأساتذة والأساتذة الذين يعني استمروا معي. أوجه لهم تحية وأشكرهم من هذا المنبر، وأوجه تحية لكل من يريد أن يحقق حلمه أو طموحه، وأقول له أن يعني الوقت لا يحدد الطموح، من أراد يستطيع، توكلوا على الله، والله لا يضيع أجر الأحسن عمل.